ايه سر لقاء كريم عبد العزيز وخالد الصاوي واحمد السقا عباس الحسن امبارح في الصحراوي في الفيلا بتاعتك؟ انا حره بقى. لا انا حره بقى. لا انا قاعده مع السقا. كان عندك كامبين؟ كان عندي عبيطه. بقول لي ايه السر؟ ادعي قول لي حاجه ليا. طيب انا وكريم بنحلم مع بعض بقى كتير نشتغل سوا. تمام. بس احنا كنا بنتعشى سوا وقعدت مع عباس عنده عشان عباس يكتب. قول يا رب. ايوه انا بس ادركك اهو. ومروان حامد يخرج. يا رب والله. بص في حاجات انا لا اتجاوز فيها حدودي ما اقدرش اتكلم فيها طالما في ليها سوبرفايزر ما اقدرش اتكلم فيها. يعني يبقى شيء مش من التقدم ان انا اتكلم فيها واتجاوزها. بس ننتظر الخماسي الجميل ده. مروان عباس خالد كريم.